وهناك أمر تحدث عنه رواد السوشيال ميديا، يحدث تقريبا لأول مرة بالنسبة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو حضر مباراة قطر وهولندا في الشوط الأول، ثم تركها وذهب في الشوط الثاني ليحضر مباراة الإكوادور والسنغال، أي أنه حضر مباراتين وفي توقيت واحد، يعني المباريات تلعب بالأمس في توقيت واحد نظرا للشراسة والقتال في هذه المجموعة. لذلك الاتحاد الدولي قام بجعل الجولة الثالثة في توقيت واحد. كيف رأيت هذا الأمر؟ أنا لم يعجبني هذا التنظيم الخاص بالمباريات. يعني أنا مثلا لاعب كرة قدم سابق في الفرجان. الفرجان معناها بالثقافة الشعبية القطرية الأحياء السكنية، وبالمدرسة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأنا مشاهد شرس أستعير الكلمة التي استعملتها لمباراة كرة القدم. آذاني كثيرا أن تكون مباراتان في وقت واحد، يعني السادسة مساء كانت هناك مباراتان، اليوم كذلك السادسة مساء مباراتان، العاشرة مساء مباراتان. هذا شيء مؤذي. يعني أنا أشاهد وين؟ أنا مثلا أحب أن أشاهد المباريات الاثنتين، فكيف أوزع نفسي على ملعبين، أوزع نفسي على تلفزيونين، يعني عندما أشاهد المباريات من البيت؟ يعني هذا كان أمر لم تتوفق إليه اللجنة في الاتحاد الدولي للفيفا. يعني يا دكتور علي، صحيح أنه بالنسبة للمشجعين والمشاهدين نعم، مباراة العاشرة مساء. أتفق مع حضرتك أنه بالنسبة للمشجعين والمشاهدين الأفضل سيكون اختلاف المواعيد، لكن بالنسبة للصراع فيما بين المنتخبات من الأفضل ومن ناحية العدالة أن تجرى المباريات في نفس التوقيت، لأنه هناك صراع على النقاط، وحتى لا تكون هناك أفضلية لفريق على حساب فريق آخر. يعني أعتقد من مبدأ العدالة الفيفا محقة في هذا الأمر. نعم، هذه وجهة نظر أنا استمعت إليها. نعم.